مفيش اجتماعي وقليل الكلام، مفيش عنده إرادة ومفيش اهتمام، عنده هلاوس وعنده بلوجنز الفصام، التفكير والبيهافير مفيهمش انتظام. الأغنية اللي سمعتوها دي هتفكركوا بالكلينيكال بريزنتيشن اوف سكيزوفرينيا اللي بيقسموها لنيجاتيف سيمبتومز وبوزيتيف سيمبتومز. ليه سموا دول نيجاتيف وليه سموا دول بوزيتيف؟ هم افترضوا ان الانسان ده الطبيعي بتاعه، وليكن مثلا هو ده، افترضوا ان ده الطبيعي النورمال فانكشن، فقال لك لو السيمبتومز دي كانت زياده عن الطبيعي ده هنسميها بوزيتيف، بوزيتيف سيمبتومز، زياده يعني بلس يبقى بوزيتيف. زي الهلاوس مثلا، الطبيعي ما فيش هلاوس، طب بقى عنده هلاوس يبقى زياده هي عن الطبيعي تبقى بوزيتيف سيمبتومز. طب لو حاجه قلت عن الطبيعي، بقى قليل الكلام مثلا، دي حاجه هي قلت عن الطبيعي نقصت منه، فنقصت دي يعني ماينس، سموها نيجاتيف سيمبتومز. الاغنيه اللي سمعتوها نصها الاولاني هيفكرك بالنيجاتيف سيمبتومز، نصها الثاني هيفكرك بالبوزيتيف سيمبتومز. انسان مش اجتماعي تفتكر سوشيال ويذدرول، اسوشياليتي. قليل الكلام تفتكر بافرتي اوف سبيتش، مفيش عنده اراده افوليشن، مفيش اهتمام اباثي. ده كده نص الغنوة الاولاني النيجاتيف سيمبتومز. نص الغنوة التاني هيفكركوا بالبوزيتيف سيمبتومز، عنده هلاوس تفتكر هالوسينيشنز، ديلوجنز الفصام تفتكر ديلوجنز، والتفكير والبيهافير ما فيهمش انتظام تفتكروا disorganized thinking، ما فيهمش انتظام disorganized، disorganized thinking و disorganized behavior. Welcome to the Maestro Medical Course. Learn internal medicine by songs with the Maestro, Dr. Borhan. مع دكتور برهان.